وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من فرساي بفرنسا الدكتورة جيهان جادو أحد أعضاء الجالية المصرية بالخارج. دكتورة جيهان، بعد التحية، يعني تطلعينا على تفاصيل أجواء ما قبل الانتخابات الرئاسية وتوجهات المصريين في الخارج في من حيث رغبتهم في المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية. اهلا بحياتك يا فندم والساده المشاهدين. طبعا بكل تاكيد الجاليه المصريه هنا بفرنسا على هبه الاستعداد للعرس الانتخابي والاستحقاق الدستوري غدا الذي سوف يبدا بمقر السفاره المصريه بفرنسا من الساعه 9 صباحا وحتى 9 مساء على مدار 3 ايام. بكل تاكيد هناك استعدادات كبيره جدا جدا من الجاليه وتحمس ايضا ابناء الجاليه هنا للمشاركه في هذه الانتخابات وهذا الاستحقاق الدستوري، لانه والحقيقه هو واجب وطني على كل مصري شريف بيحب بلده بيخاف عليها. بكل تاكيد لازم يكون ايجابي ولازم ينزل ويحاول يكون جزء من صناعه مستقبل مصر، لان الحقيقه احنا بنحتاج في الفتره المقبله جهود اكثر واكثر. فطبعا احنا محتاجين الاستقرار السياسي اللي هو جزء مهم جدا من الاستقرار الامني. يمكن الانتخابات هذه المره يعني جاءت في ظروف صعبه الى الغايه بما يحاك في المنطقه العربيه من مشكلات، وده يمكن هو رب الدره النافعه قد جعل المصريون سواء في الخارج او في الداخل حريصون اشد الحرص على بلادهم، وايضا انهم يرغبون في ان يعني يحافظون على مقدرات الوطن. وطبعا بكل تاكيد المصريين في الخارج دايما بيبقوا خلف الدوله المصريه في كل الازمات وفي كل القضايا التي تخص الوطن، ولديهم حس وطني كبير. فنحن ان شاء الله باذن الله على عقاب هذه الانتخابات ستكون بكثافه. دكتوره جيهان، يعني من الناحيه اللوجستيه، يعني طبعا الانتخابات جمعه وسبت واحد، وسبت والاحد يعني هو العطله في فرنسا، كيف يعني يتم تسهيل الاجراءات للمصريين في انحاء فرنسا للوصول الى مقر البعثات، يعني سواء في يعني في باريس العاصمه او في القنصليه في الجنوب؟ فكيف يتم تسهيل دعوه المصريين لمراكز الاقتراع؟ فرات يعني يمكن القنصليه المصريه والسفاره المصريه اللي بدور هايل جدا جدا في هذه الانتخابات، وطبعا كل يعني يمكن السفاره متاهبه، وهناك كان لقاءات يعني متتاليه ومتعدده مع معالي السفير المصري بفرنسا معالي السفير علاء يوسف الحقيقه، ومعالي القنصل ايضا. فطبعا عايزه اقول لحضرتك ان كل الجهود مذلله وكل الصعاب مذلله بامر الله امام اي عائق يعوق ابناء الجاليه المصريه عن الادلاء بصوتهم. عايزه اقول لحضرتك كمان ان احنا كجاليه في غرفه عمليات متتاليه، طبعا احنا يعني الصراحه جاليه كبيره هنا بفرنسا، وفي نفس الوقت في تنسيق دائم ما بيننا وفي توعيه كامله. يمكن احنا بدانا العمل على ارض الواقع منذ 3 اشهر ماضيه، فطبعا الحمد لله حاليا احنا في ارتياح شديد، لان احنا قدمنا كل الدعم لابناء الجاليه، واي استفسار او اي عائق او اي شيء هنكون موجودين ان شاء الله باذن الله نحاول بقدر المستطاع ان احنا نساعد اي حد عنده اي مشكله في سواء الادلاء بصوته او سواء حتى وسيلة الانتقال. وبننوه أن الجالية المصرية في باريس الحقيقة من أنشط الجاليات المصرية بالخارج، وده كان واضح في الاستحقاقات الانتخابية السابقة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة جيهان جادو أحد أعضاء اللجنة المصرية بالخارج، كنت معنا عبر الهاتف من فرساي.